واش رايك في الادوات المدرسيه بين بكري واليوم؟ الادوات المدرسيه بين الامس واليوم، عندما كنت في الثمانينات كنا ناتي الى المدرسه تقريبا بدون حقيبه او كيس بلاستيكي اسود فيه كراس ربما او قلم، ربما هذا القلم ربما في الطريق يسقط. عندما كنا نذهب الى المدرسه كنا نجد كل شيء في المدرسه، كنا نجد الكتب المدرسيه، القراءه، الحساب، الرياضيات، دراسات الوسط، كل الكتب كانت موجوده في خزانه. هذه الخزانه كانت يشرف عليها المعلم جزاه الله عنا خيرا. كانت المحبره كذلك اداه للكتابه بها ريشه، وعندما نكمل مثلا القراءه مسؤول القسم هو من تلاميذ معين من طرف المعلم. اسمح لي، كيفاش تشوف دوك الالوان والاشكال اللي راهي، اسكو تاثر سلبا ولا ايجابا على التلميذ؟ والله في الاونه الاخيره هناك ربما كتب كثيره عندها ثقافه ربما تعكس ثقافه اوروبيه، لهذا ندعو الاولياء ان يراقبوا ابنائهم ويعرفوا كيف ماذا يشترون وماذا يقصنون لابنائهم حتى يكونوا، لانهم هم امانه عندهم، يختارون لهم الاحسن والاحسن من اجل تمدرس احسن. بكري سيتي تري ديفيسيل، كانت صعيبه بزاف على بكري. وقتنا حنا كان الفقر بزاف، يافي با لي مويان، ماشي كيما دوك لي مويان، يافي با كاع لي بارون ايزيتي بوفر، الشعب الجزائري كان فقير بزاف. جيتي با بوكو واش نهي نستحفظوا على الدوزان اللي عندك، لي كريون لي كاي وهذيك، جو مو رابيل با بوكو، مي جافي بو دو ماشان اللي نقرا بهم، دوزنا صعوبات كبيره. الو الاغلبيه فينا ايزون كيتي لي ليكول مونك دو موايان. وقت تاع دوك حنا كنا في وقتنا ما شفوش صوالح هادو، ما شفناهمش، عمرنا ما شفناهم. الو سي توت ا شونجي. الله يقوي لي بارون، خاش سي ان بو شير، محسوب لي الانسان اللي عنده الدراري وبنا اللي يقراو وبنا، سي با ماشي حاجه سهله.